السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي طلبة الصف الثالث الابتدائي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن يونت 3 من كتاب استباهات. اليونت ده حبايبي بيتكلم عن الاكتيفيتيز أو الأنشطة اللي احنا بنعملها في البيت أو المدرسة. فليسن 1 بيتكلم عن play sports، يلعب رياضة، listen to music، يستمع للموسيقى، collect magnets. What's the meaning of magnet؟ magnet يعني مغناطيس. ففي أطفال بيحبوا يجمعوا المغناطيس. draw pictures، يرسم صور. take photos، في ناس بتحب تستعمل الكاميرا في إنها تلتقط صور. sing a song، يعني يغني أغنية. معنا كلمات تانية زي مثلا old، اما اقولك old music يعني موسيقى قديمة. عارفين يعني ايه موسيقى قديمة؟ يعني لمغنيين او مطربين قدام، يعني مش اللي بيغنوا دلوقتي. and يعني new، جديد، موسيقى جديدة زي الموسيقى اللي طالعة دلوقتي. but معناها لكن. quiet يعني هادئ، و very good يعني جيد جدا. pop music اللي هي موسيقى البوب. like و love الاثنين معناهم يحب. cat يعني قطة، و don't like معناها لا يحب. تعال نشوف هنا هنقول احنا بنحب نعمل ايه وما بنحبش نعمل ايه. مبدئيا نتعرف على صديقنا هنا الفعل like. الفعل ده بيشترط شرط، ايه هو؟ ان لو جه بعديه فعل تاني لازم يبقى اخره ing. طب ناخد مثال، اقول لك I like play sports ولا playing sports؟ انا احب لعب الرياضة. فهنا بعد I like الفعل اللي بعديه على طول هيكون اخره ing. طب لو اقول انا ما بحبش يبقى I don't like collecting magnets، يعني انا مش بحب جمع الماجنتس. I like drawing، انا بحب الرسم. طيب تعالوا ندخل الكلام ده كله في جملة. هقول لك I like ice cream and I like chocolate. النوع ده من الجمل جمل مركبة، انا بركب جملتين مع بعض، باجي اربط في النص بايه؟ برابط. الرابط ده بيزود معلومة او بيقول حاجة عكس حاجة. يعني مثلا انا بحب الايس كريم مش كده بس، لا ده انا كمان بحب الشوكولات. يبقى اند هنا بتربط جملتين فيهم افكار متشابهة، انا هنا بحب كذا وكمان بحب حاجة تانية. طيب I like ice cream ولكن but هنا بقى بحب كذا ومش بحب كذا. but I don't like chips، مش بحب الشيبس. I like drawing pictures and I like taking photos. I like playing sports but I don't like playing music. طيب يعني انا هنا بحب الايه؟ drawing pictures، بحب رسم الصور، وكمان بحب taking photos، التقاط الصور بالكاميرا. I like playing sports، بحب لعب الرياضة، لكن I don't like playing music، لا احب عزف الموسيقى. طيب في حاجة تانية نتكلم عنها، ان لو انا عايز اوصف حاجة بتحصل دلوقتي مثلا، فانا هستعمل يا جماعة زمن اسمه المضارع المستمر. يعني ايه مضارع مستمر؟ مضارع مستمر ده يعني مستمر دلوقتي بشكل مؤقت وهينتهي كمان شوية، يعني مش هيفضل على طول. يبقى تاني مضارع مستمر يعني حاجة مؤقتة، هتبقى ايه يعني؟ هتستمر لوقت معين وهتخلص. فهتستمر امتى؟ هتستمر دلوقتي. فهنا الفعل يا جماعة هيبقى عنده ing في الاخر، وقبليه لازم يكون واحدة من التلاتة اما و ايزا و ار. كده اصبح الفعل عندي مكون من تلات اجزاء. انا بسميه الفعل ابو دراعين، في دراع على طول ماسك فيه ing ما بيسيبوش، والدراع التاني فيه ام او ايز او ار على حسب الفعل. تعالوا نشوف مثال. What are you drawing؟ انت بترسم ايه دلوقتي؟ فهيقول I am drawing a cat، انا برسم قطة. طيب you are playing sports، ادي are playing هو ده الفعل، معناها يلعب الان now. طيب هنا الفعل اوله ايه؟ برافو are. طب وماسك في اخره ing.
They are collecting magnets. هما بيجمعوا الماجنت. امتى يا جماعة؟ دلوقتي. يبقى احنا عشان نقول انه ده بيحصل دلوقتي او بيحصل هنا في الصورة لما يجي اوصف اخد قبل الفعل اما واذا وار وفي اخر الفعل ing. He is taking photos يعني هو يلتقط صور. We are singing a song. احنا بنغني اغنية. نبص على الفعل فين هنا الفعل is taken. طيب we are singing احنا هنا بنغني يبقى are singing و is taken الاثنين دول يا حبايبي فعل في ال present continuous tense او في زمن المضارع المستمر. طيب هنيجي ناخد تدريبات على اللي احنا قلناه. تعالوا هنا نشوف play هتيجي مع ايه هنا يا حبايبي. هنلاقي ان كلمة play معناها يعزف. طب play ايه؟ play music. يبقى احنا هنوصل كده play بميوزك. طب sing يغني ايه؟ sing a song يغني اغنية. طيب draw draw pictures بيرسم صور. listen to يستمع الى الموسيقى. listen to music. طب يا ميس ما احنا خدنا play music يعزف موسيقى. لا هنا ممكن اقول في الاول play sports يعني يلعب العاب رياضية. تاني play sports يلعب العاب رياضية. طب كلمة take هتيجي مع كلمة photos يلتقط صور take photos. يبقى نقول تاني play sports sing a song draw pictures listen to music collect package collect magnets magnets اللي هي المغناطيسات واخر حاجة كانت take photos يعني يلتقط صور. بيقول هنا what are you drawing احنا هنا الناحيتين فهنوصل انت بترسم ايه. drawing هنا يبقى I am. نحفظ بقى يا حبايبي are you هل انت او are you في السؤال هتبقى I am في الاجابة. لان لما اسألك بانت اقولك هو انت بترسم هتيجي ترد علي تقولي ايوة انا برسم او انت بتعمل ايه هتقولي انا بعمل كذا كذا. يبقى انا مش بكرر تاني كلمة انت لا برد بقى فبقول I am مثلا drawing a cat انا برسم قطة. I'm listening to انا هسمع ايه هسمع pop music. طيب I like ice cream انا بحب الايه الايس كريم. لكن I don't like chocolate انا مش بحب للشوكولات. Do you like collecting magnets لو احنا بدأنا بدو يا حبايبي اي سؤال يبقى السؤال ده معناه هل وجاوب عنه بيس او نو يبقى هدور في الناحية التانية على حاجة فيها يس او نو. فهنا اي ولقيناها اهيت يس اي دو يبقى دو يو في الاجابة تبقى اي دو. هنا هنعمل الحرف الناقص عندنا كلمة play ناقص ال وهنا y. دي كلمة sports يعني رياضة. music طبعا الكلمات دي كلها حبايبي موجودة فوق هنا. عندنا كلمة draw pictures take photos collect magnets sing a song listen to يستمع إلى. طبعا الهدف من الحرف الناقص إنه بيثبت حفظ الإيه الكلام عند الولاد. طيب تعالوا بسرعة كده نشوف هنحط هنا and ولا but. بيقول I like fish not I don't like. لقيت الناحية التانية عكس الناحية الأولانية يبقى نحط but. يبقى في الناحية دي في الجزء الأولاني من الجملة هقول I like fish لكن I don't like chicken. يبقى هناخد but نحطها هنا. I like collecting magnets وهنا I like برضو يبقى نحط and. لأن هنا بضيف معلومة تانية مش بقول حاجة عكس حاجة. I like taking photos والناحية التانية I don't like يبقى في النص هنا كلمة but يعني لكن. I like ice cream and chocolate بحب الايس كريم وكمان chocolate. I like playing sports وهنا I don't like و don't like يبقى في النص نحط but. طيب المفروض ان احنا هنختار من هنا حبايبي هنا I am
ولا is ولا are reading a book. خلاص هنقول ايه هنا؟ I am. I بتاخد ايه؟ بتاخد am. I am reading book. طيب he هتاخد he ايه؟ He is writing his name. هو ايه؟ بيكتب اسمه. They are watching TV. هما بيشاهدوا التلفاز. She is cooking. هي بتعمل ايه؟ بتطبخ. You هتاخد are. You are walking slowly. It. It هتاخد مين؟ هتاخد is. It's drinking water. We هتاخد are. We are eating sweets. She is. She is وراء فعل ing. She is taking a photo. I am. طالما هنا في am و is يبقى دور على طول على فعل اخره ing. I am singing a song. You are. لان are عايزين فعل ing تبقى you are drawing. He is collecting. They are playing. What are you? Drawing. What music are you listening to? هنا برضو نفس الحكاية، نحط but ولا and. هنا لقيت I like وهنا I don't like، على طول نختار مين؟ برافو، هنختار but. طب هنا في I like ice cream وفي كمان حاجة، يبقى and. I like برضو. طيب like هنا بعدها ايه يا حبايبي؟ بعدها فعل اخره ing. I like collecting magnets. ماشي. هنشوف بعد كده صفحة تانية. الصفحة دي بتتكلم عن الكالرز. بيقول لو احنا نجي حبايبي نسأل عن الكالر هنقول what color is it، لو بنسأل عن لون حاجة مفرد مثلا. فهنقول في عندنا مثلا it is red، انه احمر. فالالوان عندنا كلها اهي red, yellow, pink, orange, gray, black. طيب لو احنا عايزين الالوان دي بس منها الفاتح هنحط قبل كل لون من دول كلمة light. light blue ازرق فاتح، light green اخضر فاتح، light brown بني فاتح. طب لو احنا عايزين نحط dark، dark يعني غامق، dark red احمر غامق، dark yellow اصفر غامق، dark pink، وهكذا. ماشي يا حبايبي. طيب تعالوا نشوفوا هنا on the weekend في عطلة نهاية الأسبوع. تعال نشوف مع بعض أيام الأسبوع. عندنا السبت Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. عندنا D هنا مش بتتنطق، أي D بعدها N مش بنطقها. Thursday, Friday. Art class يعني حصة رسم. Have lunch يتناول الغداء. Singing class حصة الغناء. كلاس هنا معناها حصة. هوم فور لانش وقت العودة للمنزل للغداء. بلاي تنس يلعب تنس. دو يفعل. جراماز هاوس بيت الجدة. وكلمة وات معناها ماء أو ميزة. هننتقل بعد كده لإزاي نقول الساعة. نبص كده حبايبي مع بعض. عندنا كوارتر باست يعني وي ربع، هنلاقي ان باست معناها وي. كوارتر تو يعني الا ربع. هاف باست ونص. وتايم معناها وقت. هنا بيقول لي اني اقدر اقول الساعة بطريقتين، يا اما هقول الاول الدقايق وبعد كده الساعة، او ان انا اقولها الساعة وبعدها الدقايق. الطريقة التانية بالارقام والطريقة الاولى بالكلمات. تعالوا نشوفوا ازاي. بيقول لك هنا لو احنا هنا بصينا على الساعة، لو هي بالظبط يا جماعة هتلاقي العقرب الصغير ده عند 12، عند 12. لما اسأل مثلا what time is it يعني كم الساعة او ما الوقت، هنا it is 7 o'clock. هنلاحظ ان العقرب بتاع الساعة موجود عند 7 بالظبط، والعقرب الطويل بتاع الدقايق موجود عند 12. يبقى هنا It is 7 o'clock. عندي العقرب بالظبط عند 12، واحد تاني عند 7. نفس الحكاية هنا، واحد هتلاقي فيه عقرب هنا من عقارب الساعة عند 12 بالظبط، والتاني عند 1. يبقى لما نلاقي كده
واحد عند 12 والتاني عند اي ساعة من هنا تبقى الساعة دي بالظبط. يعني مثلا هو عند 12 بعد كده راح عند 1 يبقى 1 o'clock، عند 2 o'clock، يعني نفس الحكاية. طيب لو انا عندي هنا في نص بقى، يعني اتحرك من عند 12 نزل عند النص، فهقول it is half past 12. طب احنا عملناها ازاي؟ احنا عندنا كلمة half يعني نص، يعني كده العقرب بتاع الدقايق ده لف في نص ساعة. طيب past يعني 11، اخر حاجة هنا اللي هي 11، بقت الساعة تتنطق كده it is الاول يعني الساعة، وبعدين half نص، past يعني و 11 يعني 11، يبقى it's half past 11 11 ونص. نبص هنا هنلاقي ان العقرب الطويل الكبير ده عند ال 3 كده، يبقى لف من ال 12 لحد ال 3 لف حوالي ربع ساعة. طيب يبقى it's a quarter، يبقى عند ال 3 quarter، عند ال 6 يبقى half، هنا quarter ربع، half نص، يبقى it's a quarter past 1. يعني ايه past؟ يعني وي، احنا طول ما احنا شغالين في النص ده اليمين من الساعة هنقول past، بس الناحية دي هنقول تو يعني الا. طيب هنا هنقول it's a quarter past 1 يعني الساعة واحدة وربع. طب ممكن اقولها بطريقة تانية، اقول it is 1:15، 1 الساعة واحدة، جبت الساعة الاول اهي، و 15 يعني 15 دقيقة. طيب تعالوا نبص هنا بيقول it's a quarter to، جينا في النص التاني من الساعة هنا فهنقول to، it's a quarter to 6 يعني الساعة 6 الا ربع، هنا جبنا برضو الدقايق الاول. طيب it is 5:45 يعني الساعة 5:45 يعني فضلها ربع ساعة وتبقى الساعة 6، تمام كده. it is half past 2 يعني الساعة هنا كام؟ 2:30. هلاقي العقرب الكبير عند ال 6 والصغير عند ال 2، يبقى احنا في الناحية اليمين فهنقول past. طب دي لو قلنا بالديجيتس بالارقام فهنقول it is 2:30 يعني الساعة 2:30. طيب هنا لو قلت الساعة مثلا 7 اهي 7 وهي كده 20 دقيقة، هي هنا ولا quarter ولا half، هنا بقى ايه هقول 7:20 يعني 7 و 20 يعني 20 طبعا دقيقة 7 و 3. هنا لو انا العقرب الكبير عند مثلا ال 5 والصغير عند 3 فاقول it's 3:25، it's 3:25 يعني الساعة 3:25 يعني لسه ما جاتش ونص. تعالوا مع بعض نشوف الصفحة دي، بيقولك مهاب بيكلم فادي بيقوله what do you do on the weekend، بتعمل ايه في نهاية الاسبوع؟ هيقوله I play sports. طب جبناها منين يا ميس؟ من فوق من هنا. بيقولك complete the many dialogues with these words، كمل المحادثة دي بواحدة من الكلمات اللي في الباكس اللي فوق ده. فهنا بيقول what do you do on the weekend، بتعمل ايه في عطلة نهاية الاسبوع؟ راح فادي قال I play sports، انا بلعب ايه؟ sports. هنا time و half. اميرة بتقول what time is it، what time is it، كم الساعة؟ it is half past 6 الساعة 6:30. How is Saturdays؟ طيب علي بيكلم عمر بيقوله What do you do on Saturdays؟ لاحظ يا جماعة ان الايام بيجي قبلها حرف الجر on. What معناها ماذا؟ ماذا تفعل ايام السبت؟ قال له I go to my grandma's house، بروح بيت ايه؟ جدتي. الكلمات دي طبعا بعد ما بنحفظ كويس بنكمل حرف الناقص. هنا دول بيعملوا ايه؟ دول بيمثلوا act يعني بيمثل، او هما بيعملوا ايه؟ بيرسموا، يبقى دي art يعني بيرسم. طيب house منزل، هنا o وهنا e، quarter حرف ال a، quarter r في الاخر، half alf في كلمة half ال مش بنطقها، tennis هنعمل هنا n وهنا s،
lunch L-U-N-C-H. هنيجي بعد كده نحل سؤال choose. بعد كده هنشوف سؤال اللي choose the correct words and brackets. هنختار كلمة من اللي بين الأقواس. هنا بنقول do you do on Monday, ماذا تفعل يوم الاثنين. هنختار مين how, لا لان how معناها ايه كيف, what ما او ماذا, when معناها متى. يبقى what do you do, ماذا تفعل. it's a quarter, ربع, ولا o'clock يعني ساعة بالضبط, ولا half, نص, two الا four, اربعة. يبقى هنقول it is, ها ينفع اقول الا نص, لا ولا الا ربع, برافو, هتبقى it's a quarter to four. what بسأل عن الساعة بايه, بوات ايه, what time, برافو, what time is it. I play tennis, في عطلة نهاية الاسبوع, عطلة نهاية الاسبوع دي يوم, فهتاخد حرف الجر اللي بيجي قبل الايام اللي هو كلمة ايه on. تعالوا نيجي الصفحة كمان. عندنا كلمة mag net, magnet, two syllables. هنا نيجي نحفظها الولاد, نقسمها لجزئين mag ونت. طيب north pole, north pole ده انا عندي الماجنت ده في اتنين بولز, في قطبين, واحد سالب وواحد موجب, بوزيتيف ونيجاتيف. طيب لو في عندي انا معايا مغناطيسين وقربت الناحيتين اللي هما بوزيتيف لبعض, اللي هما اتنين ايه, اتنين مثلا موجب مثلا, فهلاقي المغناطيسين كل واحد بيبعد عن التاني. انما لو انا قربت الاجزاء المختلفة من كل واحد, يعني مثلا واحد هقرب الجزء بتاع مثلا النيجاتيف, واحد البوزيتيف, واحد السالب والموجب, فدول هلاقيهم بينجذبوا لبعض. طيب attract معناها ينجذب, ساوث بول اللي هو القطب الجنوبي, لان عندي الاتجاه بتاع الماجنت بتاع المغناطيس واحد ناحية النورث وواحد ناحية الساوث, الشمال والجنوب. خلاص. طيب عندنا كلمة ريبال معناها يتنافر او بيبعدوا عن بعض, pull together بيقربوا لبعض لو كانوا مختلفين. يبقى لو كانوا مختلفين يقربوا لبعض, لو كانوا متشابهين يبعدوا عن بعض. المتال objects معناها اشياء معدنية. ايه الاشياء المعدنية؟ زي مثلا النيلز اللي هي المسامير. كلمة push away معناها تتنافر. طيب هنا كاتب تيب, يعني في معلومة كده حطيتها, بيقولك the magnet attracts metal objects, المغناطيس يجذب الحاجات او الاشياء المعدنية المصنوعة من المعدن. ممكن نجيب احنا مغناطيس صغير للولاد ونقرب ليه شوية مسامير مصنوعة من المعدن او الحديد, وهنلاقي ان المغناطيس بيجذب كل هذه المسامير, او الابر اللي هي الصغيرة دي كلها تنجذب للمغناطيس. فبيقول هنا magnet has two poles, a north pole and south pole. The north pole attracts the south pole, they pull together. يبقى هنا المختلفين بينجذبوا لبعض. هنا but the same poles repel, لو هما اقطاب متشابهة تبدأ انها تتنافر. عندنا exercise لطيف جدا هنا. الexercise عبارة عن بيقول a magnet, a magnet has two poles, a north pole and south pole. The north pole attracts the south pole, they pull together, but the same pole rebel, they push away. طيب دي زي قطعة كده واحنا هنحط هنا صح او غلط. A magnet attracts plastic objects, لو انا عندي مغناطيس هيجذب العناصر المصنوعة من البلاستيك, طبعا ده هنا هيبقى wrong, خطأ. A magnet has three poles, الماجنت المغناطيس عنده ثلاث اقطاب, لا احنا قلنا عنده two فقط, اللي هو واحد ناحية النورث واحد ناحية الساوث, او واحد بوزيتيف واحد نيجاتيف, واحد سالب واحد موجب, فهنا تبقى غلط برضه. The north pole attracts the south pole, صح, اللي هو القطب الشمالي بينجذب للقطب الجنوبي, The same poles repel, الاقطاب المتشابهة تتنافر, العبارة صحيحة. Circle the things which is a magnet attracts. عندنا هنا scissor وعندنا pencil وعندنا iron.
كل الحاجات دي هلاقي فيها مصنوع من المعدن، وفي اللي مش مصنوع من المعدن. احنا عندنا ايه؟ paper pan، وعندنا plastic bottle، وعندنا a ball of wool. فعندنا مثلا الايرون، المكوى مصنوعة من المعدن، هتنجذب المغناطيس. طب القلم الرصاص مصنوع من الخشب، لا. يبقى احنا هنا هنعمل دايرة، وهنا الدبوس ده عليه دايرة برضو مصنوع من المعدن، وكمان السازرز المقص برضو في هنا معدن، يبقى هينجذب لي الجزء المعدن. هنا بيقول attract north pole pull repel south pole push. طيب احنا الجزء ده مش مهم جدا يعني بالنسبة لنا، هو تحصيل حاصل زي ما احنا قلنا فوق. هنا معنى كلمة attract يعني ينجذب، هنكتبها مثلا هنا. وهنا الولد ده بيعمل ايه؟ بوش، بيزق. انما البنت بتعمل ايه؟ بول، بتسحب. يبقى ده بوش، انما ده بول، بيجر. اللي فوق ده بقول عليه نورس بول، اللي تحت ساوز بول. ماشي. هنا دول اقطاب شبه مختلفين، فدول طبعا واحد اخضر واحد ازرق عشان يقول لك دول هيعملوا ايه؟ اتراكت. انما دول متشابهين، يبقى ريبال هيتنافروا او هيبعدوا عن بعض. السؤال اللي تحت هنا بيقول لك copy the following sentence، هتنسخ الجملة الاتية بخط جميل. الصفحة اخر صفحة معانا في اليونت، الصوت بتاع الانج و سب. تعال نبص كده، sing space fishing spider king sports living room speak egyptian learn swim eat. نتكلم النهاردة عن ايه؟ exclamation mark او علامة التعجب. We use an exclamation mark to show a strong feeling. I love you cat. للتعبير عن الاندهاش، او حضرتك يعني بتعبر عن تعبير قوي، فهقول oh, I love your cat، عجباني القطة بتاعتك. يبقى دي هحط في اخرها علامة تعجب او exclamation mark. جايب هنا بعض الجمل وبيقول حط علامة تعجب او حط full stop او حط question mark. I feel very angry، اشعر بالغضب، هنحط نقطة لان دي جملة عادية. What is the matter؟ هنحط علامة استفهام لأن ده سؤال. I'm very excited، أنا مندهش جدا أو أنا سعيد، ده طبعا بيدل على الشعور، فإحنا هنحط full stop. She learns English at school، جملة عادية هنحط full stop. It is very good، أنا مندهش، يبقى هنحط علامة التعجب exclamation mark اللي هي دي يا جماعة، هنحطها هنا. I'm Egyptian، هنحط full stop. What's your name؟ question mark، هنحطها هنا علامة استفهام. What time is it؟ the question، هنحط علامة استفهام. It's half past two، الساعة 2:30، هنحط هنا full stop. I don't like pop music، برضو هنا full stop. بعد كده في سؤال بقى الكوبي هننسخ بخط جميل. آخر حاجة عندنا lesson 5 بيقول school can class count teacher special needs، عندي CI بنطقش sound. special needs يعني احتياجات خاصة، يعني مثلا حد عنده إصابة في رجليه مثلا بيحتاج انه حد يساعده، ده بيبقى من ذوي الاحتياجات الخاصة. عندنا كلمة friend special help easily walk angry here sometimes read my name use say it again قولها مرة تانية get the book for you يعني اجيب لك الكتاب. sign language يا جماعة هي لغة الاشارة، ناخد بالنا جي وراها ان مش هنطق جي، silent letter. عندنا park يعني منتزه او حديقة عامة. sign معناها علامة او اشارة زي مثلا صح وغلط. عندنا جي مش هنطقها. today understand now how stop the ball try the other team. طيب يا حبايب احنا كده نبقى وصلنا لنهاية اليونت ان شاء الله. انا عايزة كل الناس اللي سمعتني تاخد الاكزام دوت تحله، وممكن تبعتولي محلول
على في الكومنتس او تبعتولي على الخاص. شكرا لمتابعتكم، كان معاكم فاطمة البنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.